وهذه الليلة هي في العشر الأواخر، فينبغي للمسلم أن يجتهد في جميع ليالي العشر، لأن بعض الناس يركز على ليلة ويترك بقية الليالي. ينبغي أن تجتهد في جميع الليالي، لأنك إذا اجتهدت في جميع الليالي أدركت ليلة القدر لا محالة. لكن لو ركزت على ليلة معينة ربما لا تكون هي ليلة القدر، فتفوت على نفسك خيرا عظيما. ثم أيضا إن دخول شهر رمضان اختلفت فيه دول العالم الإسلامي، فجمهور المسلمين على يوم السبت، لكن هناك دول أخرى دخل رمضان عندهم يوم الأحد. معنى ذلك أن ليالي الوتر عندنا تكون شفعا عندهم، وليالي الوتر عندهم تكون شفعا عندنا، وليلة 27 عندنا تكون ليلة 26 عندهم، وليلة 28 عندنا تكون ليلة 27 عندهم. وهذا يستدعي من المسلم أن يجتهد في جميع الليالي حتى يدرك ليلة القدر، لأنها ليلة واحدة في الأرض لا تتكرر.